تحاول تذاكر؟ ما عليه وقت كيفك تحاول؟ زوم طبعا. كيفك؟ الحمد لله زين. شو بتدخن علي؟ تفاحتين فاخر. تفاحتين فاخر، دقت تفاحتين مثلج؟ اي طبتي من المثلج بس العادي اطيب. اطيب. أي. مع شو بتاخذ الارجيله؟ ويا القهوه. قهوه. شو بتشتغل علي؟ شركه طيران. امتى بتاخذ الارجيله؟ بالنهار، الصبح، المساء، الظهر؟ اكثر شيء المساء. مساء. علي كم سنه صار لك بتدخن ارجيله؟ 6 سنين. مين مع مين اول شيء اول مره دخنت ارجيله؟ مع اصدقائي. اصدقائي. علي بتدخن بالبيت؟ مرات. بتعملها انت لحالك؟ علي كم مرة بالأسبوع بتاخد أرجيلة برا بالكافيه يعني؟ يوميا. يوميا؟ بتطلع يوميا. ليش بتحب التفاحتين فاخر حسرة؟ أطيب عسل تفاحتين الفاخر. شو ممكن تأرجل شي تاني غير التفاحتين؟ يجوز عنب فاخر. عنب نعناع فاخر. بس فقط. احكي لي قصة الصورة علي. قصة الصورة مرة كنت طالع من محاضرة أو ما رحت محاضرة أصلاً، جيت يم ولد صاحبي بالكافي قلت له سوي لي أرجيلة خاصة إلي طبيعي، قلت له ما عندي أي شيء تقريباً كان بالثنتين الظهر هيجي شيء، قال لي أوكي شتري، قلت له تفاحتين فاخر، قال لي أوكي، رحت أنا اشتريت تقريباً تكة كاملة سوى لي إياها، تقريباً دخلت فيها 8 ساعات 7 ساعات أنا وواحد ولد صديقي. تكة يعني نص كيلو بتطلع؟ اي تقريبا تكة كاملة. صحتين. بعدين تقريبا الكافيه كله متعجب علي، بقيت 8 ساعات يعني مو كاني بس ادخلها. ما احتريت؟ لا والله ما احتريت، كلش كانت طيبة. صحتين. دقيقة بس شلون كانت؟ والله بدي اتذكرها. لا بالضبط.